يقول: إذا جاءك الكافر وبدأك بالسلام، هل يجوز أن ترد عليه بالقول وعليك السلام؟ وما هي كيفية الرد عليه؟ وهل يجوز أن تبادئه بالسلام؟ ماذا رأيكم؟ وفقكم الله لخير الأعمال. الحمد لله، لا يجوز بداءة الكافر بالسلام، في أن تقول له السلام عليكم، ولكن إذا سلم فإنك ترد عليه بهذا اللفظ الذي أقوله الآن، تقول وعليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بالنسبة لأهل الكتاب، ومن سواهم فهو مثلهم إن لم يكن أدون منهم.